مسح شعر الرأس عند الوضوء من الأسفل خارج البيت بسبب لفة الحجاب، ذلك صنيع لا يقال مسح الرأس، هذا مسح الشعر ليس مسح الرأس. يعني المرأة شعرها طويل ولبس خمار حاكم من هنا، فتريد أن تمسح الشعر المتدلي، إذا ليس مسح الرأس. الله قال امسحوا برؤوسكم، هذه الشعر ليس رأسا، شعر متدلي هذا ليس رأسا.